بسم الله الرحمن الرحيم. الناس خايفه من هذا الوباء، مازال ما كاينش في هذاك الرواج ديالو كيف كنشوفوه اللي مولفين به. صراحه اللي كنتاسفوا ليه هما الناس اللي المكثرين ديال هذا السوق الاسبوعي، صراحه كنتاسفوا ليهم والله العظيم العظيم. يعني كنشوفوه كيخلصوا السوق بواحد الثمن، زعما كنشوفهم كيشريو بواحد الثمن اللي هو زايد كيف مولفين، وكنشوفوا النقص ديال المكثرين السوق ديال واحد 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 50%، يعني ما اظن 50% صراحه كنتاسفوا ليهم. واللي قاموا بواحد العمل زوين وانتم كتشوفوا امام اعينكم، يعني الخضاره كيشوفوا في الخضره، ومالين الزيتون عندهم مالين الزيتون كيشوفوا في الزيتون، والاسباس كاينه، مسافات الامان كاينه، يعني مسافات الامان اللي كيقوموا بها هما الناس اللي مكثرين السوق، هما اللي كيكونوا عنده تقريبا شي 8 خدامه ولا 10 خدامه اللي كيكونوا في الصباح بكري، وكيخليو مسافه الامان تقريبا واحد 3 متر ما بين الخدار والخدار، ومالين الميكا ومالين الزيتون. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يرفع هذا الوباء هذا على البلد ديالنا الحبيب، اللي صراحه دمر دول عظمى. اما المغرب الحمد لله بجميع الاحتياطات الاحترازيه اللي كياخذوا الشعب المغربي، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى ومن جميع السلطات المحليه على راسهم السيد الباشا، على راسهم السيد القائد، وكذلك رئيس الجامعه الحضريه، كذلك رئيس الجامعه الحضريه. وانتم كتشوفوا قدامكم امام اعينكم السوق مازال في واحد الفراغ تام، والله يبعد لنا هذا الوباء هذا، والله ينصر سيدنا وعاش الملك. واللي كنتمناو من جميع السلطات المحليه يتعاونوا مع مكتاري السوق والسلطات المختصه كذلك. وكنتمنى هذا الفيديو هذا يتبارطاجا، واللي كنبغيو نشكرو اكثر وهو صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، الذي فضل شعبه على اقتصاد البلد. فلهذا نحن نحب ملكنا، ونحن دائما تحت شعار الله الوطن الملك. وكنشكروا نعاود نشكروا السلطات المحليه والسلطات المختصه ورئيس الجماعه، واللي كنتمناهم يتعاونوا مع مكتاري السوق صراحه اللي عنده واحد الدخل نقص ديال 45%، ضرر كبير صراحه اللي كيتشكاو مسكين، رغم ذلك ما كي اللي احنا كنشوفوهم وصابر وخدام، وصراحه والله العظيم كيبقاو فينا. والله يزعل علينا هذا الوباء هذا، وترجع المياه الى المجاري ديالها، وترجع الحاله الى الطبيعه ديالها. وبغينا نشوفوا هذا السوق هذا كيف مولفين كنشوفوه عامر، ماشي بحال ما هكا خاوي. وان شاء الله رحنا معكم، ومكتر السوق تاكد لكم وتقول لكم راه انا مغربي وعندي الروح ديال المواطنه، وما عمري غادي نتخلى على جميع الاحتياطات الاحترازيه اللي كتقوم بها الدوله، وانا دائما تحت التعليمات ديال السلطات المحليه اللي تيقولها هو بنفسه. رغم ذلك راه ما حاضرش معايا هو، ولا تنقول انا غير تلاقيت معاه في قهوه وعاود لي مسكين هادشي، وحبيت انا نفرغ هاد الكلام اللي تيقولوه هو في لايف فيسبوك، وبغيت نشاركه معكم جميعا. وتحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من السوق الاسبوعي سوق الاحد المتواجد بمدينه ابي القناديل الحضريه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.